لم تعد تغريني الدنيا بأكملها، بزخرفها وبريقها، بقصورها وناطحات سحابها. الدنيا ذاتها التي لهث الكثيرون خلفها، فعمروها أكثر مما عمرتها أمم قبلهم، متناسين أنها حطام، وأنها عند الله لا تساوي جناح بعوضة. لم يدركوا يوما أنها ظل زائل لا دوام له، وأن أحدهم فيها كمسافر استظل بشجرة ثم راح وتركها. يؤلمني حقا أن تعمر دار هي إلى زوال، لأني أشعر أن عمرا يسرف حين يشغل بذلك، والله لا يحب المسرفين. ترى كيف لا يشعر أحدنا بحقارتها وهو يودع في كل يوم حبيب أخذه الموت بأمر الله إلى الدار الباقية؟ أهي الغفلة أم طول الأمل أم لذة البقاء في حياة تنتهي عند أول سكرة؟ لو أننا نستحضر جمال الجنة في قلوبنا كل يوم لكنا بخير، بل بخير جدا. لو فعلنا ذلك لسقطت الدنيا من أعيننا، لزهدنا فيها كما لم نزهد من قبل. حقا لم تعد تغريني الدنيا، لم يعد يفعل ذلك سوى الجنة، الجنة التي تأسرني عند أول خيال يأخذني إليها، ولقصورها التي تزينت بلبنات من ذهب وأخرى من فضة، لحشيش هو الزعفران وخيام هي اللؤلؤ، لحياة دائمة لا تشوبها الأحزان ولا الهموم ولا تعب الفقد، لعناق أحبة رحلوا عن دنياي بغتة فانحنى القلب لهم شوقا وذبلت العينان عليهم بكاء، للقاءات سرمدية لا نشعر معها بمر الوداع ولا وجع الذكرى ولا ألم الغياب، لسعادة ممتدة لا تنقطع، ولحياة لا تعرف أيامها النهاية. يا الله، وحدها الجنة تحثني ذكراها للعمل، للصلاة، لسجدات السحر، لصيام الهواجر، لذكر الله، لكل شيء يدنيني منها. عزائي وسلوتي أن لها رياضا بيننا، هي في حلق يذكر فيها اسم الله وتتلى فيها آياته، ما رتع فيها أحد إلا من سعادة الجنة أخذ، ومن نعيمها استلذ، ومنها دنا بإذن الله. فإذا مررتم بها يا صاحب فارتعوا، عسى أن يكون ملتقانا في الجنة. بقلم الزهراء سعود.